والسانياكم مشاهدينا الأحبة، ننتقل إلى استوديوهاتنا في عمان ونشوف شو محضرينا لهذا اليوم. خلينا نتابع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدي قناة الديار الفضائية. نصائحنا التغذوية لليوم رح نحكي عن وجبة الفطور وأهميتها وإيش أهم العناصر الغذائية اللي لازم تتوفر فيها. انتظرونا بعد الفاصل. الفطور هي من أهم الوجبات اللي لازم نبدأ فيها يومنا، لأن الجسم بيكون ما في بداخله طاقة أو أكل خلال ساعات النوم، وكثير من الأشخاص أول ما يصحوا بيشربوا فنجان قهوة أو كاسة نسكافيه، وبعدين بضلهم يستنوا لوجبة الغداء وبياخذوا وجبة سريعة أو غير صحية، مما بيأثر على صحتهم. وجبة الفطور، من أهمية وجبة الفطور هي مصدر مهم للطاقة، لأنه بيساعد على تحسين نشاط الجسم طوال اليوم، بالإضافة لأنها بتنظم مستوى الأنسولين في الدم، فالأشخاص اللي ما بيفطروا بيرتفع عندهم سكر الدم بشكل مفاجئ. بتحسن من عمليات الأيض وبتسهل عمليات خسارة الوزن الزائد، بالإضافة لأنها بتقلل من حالات الشعور التعب والكسل والإرهاق والتوتر، وبتقلل من أعراض الجوع اللي هي آلام البطن والصداع. من الأمثلة على فطور صحي ممكن أنه إحنا نجهزه بطريقة سريعة وبنفس الوقت يكون مغذي وفي عناصر غذائية. ممكن ناخذ كاسة حليب مع ملاعق شوفان ونضيف لهم حفنة من المكسرات، جوز او زبيب او اي شيء احنا بنحبه، او ممكن ناخذ خبزتين توست نحط فيهم لبنه او جبنه بيضاء ونحط عليهم معلقه زيت بالاضافه لحد فواكه وحصه خضار، وممكن كمان ناخذ رغيف خبز مع بيضه وناخذ كمان حصه من الخضروات تكون فلافله خيار بندوره اي شيء بالاضافه لحفنه مكسرات. هيك نكون احنا حضرنا وجبات متنوعة من الفطور وبنفس الوقت مفيدة ومغذية. بتمنى تكونوا استفدتوا من نصائحنا لليوم وانتظرونا بنصائح جديدة.